بقول لك يا واد، قولي. انا مش هقبل اقل من عربيه مرشيدش تلات عيون. على حظك ياما، نازل عربيه تويوتا فيات 27 مرسيدس خمس عيون، مش خساره فيكي ان شاء الله. بدل مرشيدش خلاص. عايزه كمان ايه يا واد؟ شقه كبيره قوي قوي وواسعه كده، هو وبرحه فيها يجي خمس اوض واربع عفشات ميه. اربع عفشات ميه؟ عفشات ميه بس تكون ايه، الواحد يقعد يرتاح عليها كده. هو تبقى تعالى سوق عاوزاه. ايه ايه ايه، انا قاعده بتكلم مع ابني كلام خصوصي واسري، تيجي كده بقول لك ايه؟ تعالي هنا يا اختي، قولي لي مين البت الموكوسه اللي انت كنت جايبها لنا ده، اهي وهتعملي لنا مشاكل ومصايب. بقول لك ام سوق، مش ناقصاكي خالص دلوقت، ومش عايزه حد يفتح بقه بجنس كلمه في الموضوع ده. ماشي؟ لا ده انا ام سوق افتح بقي واقول اللي انا عايزاه. سكت امك يا سوق احسن. اسكتها بيت الام. خلاص خلاص يا كوريا، تعالي تعالي حبيبي. في ايه يا اختي؟ بقول لك ايه، البت هايدي. هايدي هايدي مين؟ جمالات يعني. مشيت من عند هاجر، اخوها ما طلعش راجل معاها وعايزين نتويها. هي دلوقتي مع خالي وانا رايحه لها. تعالى معايا. بقول لك يا كوريا، فكيني انا من الحوارات ديت، انا عندي شغل. كده برضك يا سوكا؟ ده انا اختك وبقول لك محتاجه لك. طب عشان خاطرك انا هخلص شغل وهرن عليكي. خلصنا ولا يلا؟ شوف يا اخويا امك، شوف امك. خير ياما؟ كملي بيت الطلبات ياما. بص بقى، وكمان عاوزه ايه يا واد؟ اوضه مسافرين.